ما هي العقبات التي تواجه الدعاة؟ يعني هنالك عقبات ذاتية وهناك عقبات خارجية. أنا ذكرت بعض العقبات الخارجية. هناك عقبات ذاتية ما يتعلق بالأخلاقيات الإنسان، يعني هنالك بعض الأخلاق، يعني ضيق الصدر، عدم الصبر، الأنانية، حب الدنيا والتعلق بها، يعني هذه من العقبات التي ينبغي الإنسان أن يجتازها بأن يزكي نفسه، يطهر نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان متى ما أصلح نفسه شيئا فشيئا، وكلنا فينا عيوب، فالإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة، فالإنسان يتتبع هذه العيوب، ولا ينبغي أن يقوم بدس هذه العيوب يعني وتجاوزها، فيعني ربما يأتي عليه وقت تهلكه هذه العيوب، فهو لا، أولا بأول يصلح نفسه. هذه العقبة الأولى. من العقبات النفسية الخطيرة جدا قضية الإحباط. يعني الداعية، بعض الدعاة يربط يعني الدعوة دائما بالنتائج، فيصاب بالإحباط عند عدم وقوع ما كان يصبو إليه أو كان يتمناه، وهذه مشكلة. لهذا الله عز وجل أكد للنبي عليه الصلاة والسلام أن النتائج ليست مهمة، يعني قدرما المهم هو البلاغ المبين، الدعوة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يدي عمه أبي طالب يجتهد في إيمانه، يا عما قل كلمة أشهد لك بها عند الله وحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله. إنها قال أبو طالب على ملة عبد المطلب، مات على ملة عبد. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي من يشاء، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طيب إذن هذه قضية مهمة جدا، إن عليك إلا البلاغ. الداعية يجتهد في البلاغ، في البيان، يستخدم كل الأساليب المتاحة المشروعة في قضية الدعوة، لكن متى يعني ما وجد بأنه ما في نتائج، طبعا هو ما في نتائج، دائما ينبغي أنه هو يحاسب نفسه، ربما هو المقصر، ربما هو ما قام بالشيء المطلوب بالنسبة لإيصال الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن يصاب بالإحباط أبدا، لأن الإحباط يعني أنه اليأس من رحمة الله، يعني بأنه في النهاية يترك الدعوة إلى الله عز وجل. العقبة المهمة الثانية، العقبات الخارجية كثيرة ذكرنا بعضها، بعضها تتصل ببيئة الإنسان، يعني أولاده، زوجته، أحيانا الزوجة والأولاد لا يعينون على الدعوة، هذه عقبة. والقرآن أشار إلى هذا أصلا، يعني في قوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. بعض الناس كان داعية ملء السمع والبصر، نشيطا قائما، أول ما يتزوج نسي الدعوة وترك ما كان عليه من البذل الدعوي. ربما أحد أسباب هذا هو زوجته، ربما أحد الأسباب انشغاله بأولاده. لا، ينبغي الإنسان أن هو يوظف، بالعكس، يعني الداعية الناجح هو الذي يستطيع أن يحول أبناءه وزوجه يعني معينا في سبيل الدعوة. هذا الداعي الناجح ليحول البيت إلى دعاة، يعني يعينونه على قضيته، هذا الداعي الناجح. فهذه من العقبات صراحة التي ينبغي أن نتجاوزها. وهنالك العقبات الأعداء التي أشرنا إليها قبل قليل إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتجاوز هذه العقبات، وأن يرزقنا الصبر يعني الجميل.